اخبار الاكسكلوسيف يعني معلش الشغلانه تحكم. في خبرين اكسكلوسيف دلوقتي من المنتدى، واحد ان الشركه المتحده بصدد اطلاق 7 بودكاست الشهر القادم، وكمان حاجه في مصر تعمل شيء له علاقه بالكلاود. بينا بنتكلم عن التكنولوجي. مظبوط، المفروض يعني على حد علمي ان مصر بتعمل كلاود على اخر السنه، المفروض يكون الكلاود بتاع مصر شغال. بيج نيوز ده، يعني خبر مهم للغايه. بس على التفاصيل، انما رجوعا للنقطه اللي عفوا قطعتك عندها، فكره العاملين واستخدام الاي اي والشات جي بي تي اللي ممكن تحل محل الكبير والصغير، مش بس الكلاسيكيين انما حتى الصغيرين. التقرير اللي كان بيحتاج 3-4 شباب عشان ينجزوه، دلوقتي ممكن واحد يعمل 3 تقارير. ما هو ده التخوف دايما عند الناس، ان انا دي مش الحقيقه. احنا لما بنعمل ده، احنا بنعمل ده عشان نزيد من الفعاليه بنمره واحد، وعشان نزيد من الكونتنت بنمره اثنين. احنا الكونتنت لن يتوقف، يعني انا بدل ما بعمل ريبورت بعمل 3 أعمل 5. اوكي، القصه كلها فين؟ هو تطوير التكنولوجيا واستخدام الابس عودة للتجربة المهمة اللي بالنسبة لنا دلوقتي نموذج بنقيس عليه. المؤسسات الكبرى دخلها